رسالة. شو سبحان الله. أه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قلبه ما فيه هو كباشي، لا فيه ولات، لا فيه العزة، فيه إذا سألت فاسأل الله. بعد ذاك إن الله اطلع على أهل الأرض بعد محمد فوجد قلوب أصحابه خير القلوب، اختارهم الله لصحبة نبيه ونغل الدين. ليه؟ قال لأنهم كانوا أعلم هذه الأمة. ربنا اختارهم اختيار الصحابة دين. ليه؟ عشان ينقلوا لنا الدين. فهمت؟ قال لأنهم عشان كده ابن مزعود قال من كان مستنا فليستنى بغد مات، فإن الحي فلا تؤمن إليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد خير هذه الأمة وأعمقها علما وأغلهم تكلفا وأبرهم قلوبا. كانوا على الهدي المستقيم. يعني لو داير ابن مزعود من الزمن ذاك قال الداير يستنى فليستنى بغد مات، فإن الحي فلا تؤمن عليه الفتنة. لأن القلوب دي أخواننا الفتن دي ما كثير. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، أي قلب أنكرها قال نكتت فيه نكتة بيضاء. يجي واحدين شغالين كده بس، يجي واحد شغال زي القرقر، في واحد بقول لك تمام دبكم من مسيد الشيخ البرعي كلها في زي القرقر، واحد داق لنوبة. فهمت؟ القلب الأنكر إنه هذا ده دين، الدين ما هكذا. قال نكتت فيه نقطة بيضاء وأي قلب أشربها نكتت فيه نقطة سوداء. قال القلوب تصور إلى شنو؟ إلى اثنين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. ما بتضر أي فتنة. يعني كان جد دجال ذاته أكبر فتنة، مش كده؟ لأنه فتنة الدجال قال الأنبياء منه عليه السلام يحذر من فتنة الدجال، لأنه فتنة عظيمة سبحان الله. عشان كده قال شوف عين القلب الموحد ده الما فيه إلا الله ده ما بتضر فتنة ما دامت السماوات والأرض. عشان كده الدجال وكده يجي بيلقى له واحد موحد بيقول له أتؤمن بي؟ يقول له لا أنت الدجال. موحد تعرف ذاك بيعمل شنو؟ ما زي ديل الكضابين ديل. شيخنا بطير ما يوم شفنا طار ذاته. شيخنا بيعلم الغيب وكذب. شيخنا بيمشي في الموية كذب. فهمت؟ لكن الدجال ذاك فتنته العظيمة ما فيها سحاب، يقول للمطر أمطري كبي يا سماء كبي موية، الموية تكب. وبعد الموحد شنو؟ ما عنده لي حاجة. تعرف ذاك أجاو لقى الموحد ده، شوف الفتنة دي عظيمة كيف. قال لها تؤمن بي؟ قال أنت الدجال. قام قطع النص كر جدع في الغبية وفي الغبية لا انفاد فيه كده ذاته. تاني أمره كده تاني أحيو. ربنا أيدوا بيديه كده. ليه؟ فتنة لبتاعنا القلوب الخربة، القلب اللي فيه كباشي كان جبال. قال لي انت أكبر من البرعي. فهمت؟ وقال له انت أكبر من دوت حسونة. فهمت؟ ده القلب اللي فيه الكباشي وفيه غيره من الطلاميص والبدع والهوزة. لكن تعال شوف الموحد ده شقاو ومشى في نصه، وتاني قال له قم أحياه من جديد. وبعد ده قال له والله انت يا دوب انا زدت يقين انت الدجال ذاته. توحيد يا زول ما في لعب. عشان كده الزول اللي في قلبه توحيد الصوفي مين يتكلم؟ تعرف القلوب دي زي ما عالم قال شنو؟ القلوب دي كالقدر تغلي ما فيها، تغلي بما فيها، زي القدره بتاعت الفول. لو في وساخه بتغلي، لو في فول بيغلي،
في حاجه جوا بتغلي في المويه دي. قال ومغاريفها الالسن. الصوفي يجي يقف هنا ده بس فهمته بيغرف لنا من قلبه في منو تابش ود بدر يقول لك لا الا ده معانا ده في قلبه في منو في ود بدر جوا. تتكلم في البره يقول لك لا الا ده معانا ده قلبه وين؟ قلبه هناك في الغرب في الزريبه. تابش الركان يقول لك لا ده معناه قلبه بيجاي في الركاني. شان كده هم ذاتهم ما متفقين كذا لمهم سوا. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال شنو عليه الصلاة والسلام؟ قال إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهو القلب. قال ابدا لو يصلح بقى فيه توحيد بس تعالي ما بشي إلا إله تاني يا أخي بتاع القلب الخرب لو شاف لك قطعة بس بترفرف خضرة يتخلع يقول لك لا ده بكون في ولي هنا ساي أرض ساي سهلة. يجي واحد يغش يقول له الشيخ من الزريبة البرع يبين هنا في الحتة دي تاني الحتة دي واحد قلبه وسخان ما بيجي فيها. لكن أهل القلوب بتاعنا التوحيد لو قالوا له بيجاي بس في بتاع قبة وأمر الحكام مضيق لنا الحتة دي وبيعامل لنا لخمة ده البهين اللي بيعبدوا فيه حمد النيل ده لو جابوا لهم واحد موحد قالوا لهم الناس ذيل تاني ما دارين يجوا هنا عشان الزول ده الناس ما يجوا انكتوا لنا بينكتوا ولا لا. لكن تعجب لك صوفي بيقع في مكانه ده تنكتوا ده ابويا الشيخ لا اولو قالوا لك الله القمر ده يقع فيك. عشان كده تجيب واحد ينكتوا لك عظامه دي ويلمها في قطعة ويمشي يدفنه في حتة تانية فهمت؟ عشان كده يا اخواننا إنه القلوب دي تتربط بالله عز وجل القلب ده يتربط بالله عز وجل. شان كده ربنا سبحانه وتعالى قال اعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرغوا واذكروا نعمة الله إذ كنتم عداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمة الله إخوانا. ربنا ألف بين قلوبنا ليه؟ نحن كالجسد. عشان كده المؤمن المسلم كالمسلم كالجسد الواحد. السينة في واحد بيعبد الكباشي ما في تلقى قاعدين ديل تتكلم في البري واحد بننقنق ما في إلا واحد قلبه وسخان فهمت؟ تتكلم في البري زول بيقول لك الموحد بيقول لك أبشر رشو فهمت؟ يقول لك رشو لأنه معروف ده معبود. واحد تلقى يحيرك ذاته تلقى البري معلقه في العربية يقول لك عشان العربية ما تنقلب في الجزارة رزقه قال ما مالو بيجيبوا للبرعي معلق انه مع الخرفان فوق دي كبدة يقول لك لا ده شنو المعلق ده دي كمونية لا دي شنو دي سجوك لا ده البرعي معلق هنا ليه يقول لك عشان يجيب الرزق ترابه في خشمك لو ده حارس يجيب له رزق وما زاته ومات ورزقه انقطع ومات. شان كده الناس القلوب وسخانة دي دائرة نظافة ونظافتها هنا. شان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه ماله ده اللي بيخش الجنة. ويا صوفي انت قاعد تقول خالصة من قلبك شان تخش الجنة النبي قال إلا تكون خالصة من قلبك المنافق بيقولها بلسانه يقول لك لا إله إلا الله ربنا كشفهم ربنا قال يقولون بألسنتهم أليس في قلوبهم. انت يا صوفي انت بتقول بلسانك وقلبك فيه الكباشي وفيه صايم ديمة وفيه السريب الحيل وحمال الحمايل وصابق ياه والركاني والبدوي بغادي في مصر تعرف ده بيعبدو كم بيجي بحجه بس في بيته ده كم 4 مليون بيطلل بحجه كم 3 كم بالغوا 3 لكن البدوي رمة مدفون هناك بيعبدوا كم 4 مليون شخص بيطلع
بيجي بحجي له كم؟ ثلاثة، والثلاثة فيهم صوفية ما صافين شات موحدين. الثلاثة يعني الثلاثة مليون كذا بس يدونا فرصة في الحرم هناك. والله تطلع شيعة، تطلع أخوان مسلمين، وتطلع صوفية، وتطلع تطلع كم؟ خلي الحلقة دي تشتغل في الحرم. الله الصوفية يقول لك ما خلينا الحج نمشي نحج بيه، مش كده؟ أه؟ يا زول تعرف تمشي تحج؟ لأنه من هنا هما ما ماشي بيت الله، بيقول لك ماشي أزور المصطفى ده السنية حج. أه؟ عشان كده النية دي مربوطة بالقلوب. نبي صلى الله عليه وسلم قال من كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى شنو؟ إلى الله ورسوله. من كان هجرته لامرأة ينكحها فهجرته إلى مشنو؟ هاجر إليه. ها يا صوفي انت هجرتك من هنا بيخرب لك النية بتاعته. بيقول لك أنا ماشي وين؟ والتاني البيئة وكمان بتقول لا لك الله أجيب لي التراب من هناك. هناك بتلقى التراب تسفه، الله هناك بتلقى واحد مواقف لك بالصوت. وين تشيل لك تراب زي أبي هنا قبة البرعي؟ في واحد جاي يشيل له تراب يسفه. أه؟ والتاني جاي يغطس قلبه. فهمت؟ عشان كده التوحيد مهم يا اخواننا، التوحيد مهم جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم التوحيد ده أساس. أول ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة ماذا فعل؟ أه؟ نبي صلى الله عليه وسلم ربنا أمره يا أيها المدثر قم فأنذر، ركب جبل الصفا فوق مندسة. أه؟ إحنا لو في طريقة بنطلع في في اليافطة دي فوق كان في طريقة ونبلغ الدعوة، بتلعب ولا شنو؟ لكن ما في طريقة. فهمت؟ نبي صلى الله عليه وسلم أول ما أمر بالدعوة ركب جبل الصفا وبدأ ينادي في كل البلد. أه؟ يا بني فهر، يا بني عدي، يا بني مضر، يا بني كعب، يا بني كلاب، نادام كلهم. دار يقول شنو؟ دار يقول الحبر ملو حفر البير جابولو دلو. دار يقول 10,000 ماسكة في محايا، 10,000 رايحة ما جاية، 10,000 ماسكة كباية. أه؟ دار يقول شنو؟ دار بعد ذاك هيا أم وبعد ذاك قال لهم شنو؟ إني رسول الله إليكم بين يدي عذاب عظيم. منهم من قال له تبا لك. أه؟ تدار تعمل لنا جوطة وجاطوا على المشركين الأوائل، جاطوا مع النبي، في مشرك بجوط معاك هنا، خليه وخليه جوط. إن والله ولله الحمد شفت الدين بتاع المشركين ده كله ما بينفع معنا. عندنا دين واحد هو الدين النزل من عند الله، إما الوحي بتاع الشياطين، وحي جاي من الزريبة، دين جاي من الزريبة ما بينفع معنا، دين جاي من الشكاريبة ما بينفع معنا. فهمت؟ إلا دين جاي بواسطة الوحي. عندك دين جاي بواسطة وحي جيبوا لنا هنا، بنقبلك هنا ده وبنجي نستضيفك. فهمت؟ وأي كل شيء، لكن إما دين تجيبوا لنا من البرعي يقول لك حدثني قلبي عن ربي، دار يغشك. اه يقول لك زي احمد الطيب البشير ده شيخ البرعي بتاع زاهر الرياض، قال طرحت لي صحيفه من قبل العرش مكتوب فيها بقلم القدره. اه قال من الله جدا من الله العزيز الحكيم الى عبد احمد الطيب البشير، قال غفرنا لك ولاهل بيتك. اه قام يطرد جاتوا صحيفة من فوق، الله قال لك قال غفرت لك ولأهل بيتك، قال قلت ظني في ربي أكثر من ذلك. ها قلت ظني في ربي أكثر من ذلك. قال جاتوا الرسالة الثالثة وإلى أهل غرابتك، متضمن ما في الأولى وزيادة، وإلى أهل غرابتك، قال قلت ظني في ربي أكثر من ذلك. جاتوا الثالثة وكل من عرف اسمك ها قال برضو بخش الجنة. وبعد ده سبحان الله قال يا زول عرف اسمه بس بخش الجنة، والله المستعان وإلى الله المشتكى. عشان كده الناس تتقي الله عز وجل. التوحيد ده كبه في مكان ما تخلي ساي. فهمت؟ التوحيد ده كبه في العربية، كبه في البيت. عشان كده أمشي يا بيت، أمشي بيوت الدعاة ديل بقول لهم ده كيف، بتلقى واحد بيقول لك ده مشدد وده متطرف وده داعش. عشان كده ما تهمنا الالفاظ دي، في البيت بيقولوا علينا، تيجي تقول علينا في الحلقه والله ما بتهمنا. انت ما بتهمنا يا اخي. ناس اتقي الله عز وجل وترجع لكتاب الله، وصلى الله على محمد وعلى صحبه.